خبر مترجم على مرحبا بكم. في الفيديو إيريس بيريز هي مطرح في قناة. إيريس بيريز هي أرثازية كبيرة الحجم، معروفة أيضا باسم إيبوت نيك بوتي، فنانة مكياج من بورتوريكو أمريكا. المساعدة الطبية نشيطة إيجابية اسم في منصة انستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تنزل إيريس بيريز في شيكاغو إلينوي، لكنها من مواليد بورتوريكو. تعيش حاليا في ديكاتور ألاباما. بدأت إيريس بيريز حياتها المهنية في أرثازية في عام 2016. تقامت العديد من العلامات التجارية والمصممين والبوتيكات مثل بوتيك أزياء وفورفر 21 بلاس وفاشن نوفا كارفار وغيرها. ثم اختارت على منصات عروض الأزياء في دريم ووك وعرض الأزياء الأخرى. توقع حاليا العلامات الكبيرة الجريئة الجميلة من قبل كلاش موديلين أجنسي، وهي أيضا سفيرة لمجلة فابي بلاس. في حسابها على الفيسبوك جذبت أزيد من 600 ألف متابع لا يستطيعون الاكتفاء من مظهرها الجميل. ثروة الأسنان الأمريكية في عام 2021 بين 100 ألف و 300 ألف دولار أمريكي، وصدر دخلها من الإعلانات والترويج لعلامات التجارة المختلفة. طول الحسنة الأمريكية 170 سنتيمتر، الكتلة النصفية 116 سنتيمتر، كتلة الخصر 96 سنتيمتر، أما مقاس الورق 147 سنتيمتر. لديها شعر عميق جميل وعينان بنيتان، الجنسية بورتوريكو أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.